سي بلس بلس نتورك بروجرامنج. ان شاء الله النهارده معانا ازاي هتعمل الكلاينت اللي هيتصل بالسيرفر بتاعك. الكلاينت ببساطه هو يعني عشان تفهم كده السيرفر والكلاينت بيشتغل ازاي. السيرفر ده بيكون على الجهاز بتاعك والكلاينت بيكون على جهاز تاني. من خلال الكلاينت ده بتتصل بالسيرفر تبعته بيانات تستقبل بيانات وكده. احنا وقفنا المره اللي فاتت عند النقطه دي كده عند النقطه دي اللي انت اللي هو بيطبع نيو كلاينت لما بيجي له كلاينت جديد بيطبع نيو كلاينت. طب ايه الجديد؟ الجديد هنا في الحته دي هنا بنعمل الفيلد ستيت سيرفر. كل ده في الفيلد ستيت عشان نعرف منه لو الكلاينت قفل الاتصال. يعني لو الكلاينت دس على غلط من السي ام دي العلامه الضوء دي لو دس على السي ام دي غلط وقفل الاتصال بنعرف وبنقول له ديسكونكت. لان احنا لان الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه. لان احنا برضه هوريك دلوقتي لو احنا ما عرفناش الديسكونكت ممكن السيرفر يبوظ كله. مش يبوظ كله هيحصل اخطاء كده. اتشار مس مس دي اختصار لمسج دير اللي احنا هناخد منها رساله من الكلاينت بتاعنا اللي احنا هنعمله دلوقتي كمان ان شاء الله. هو بينما هنعمل ان احنا هناخد كل شويه ناخد من الكلاينت من الكلاينت رساله ونطبعها. دي اللي هي الرساله دي ده اللي قصدي اللي هي بتستقبل الرساله دي ريز اسمها ريز. تستقبل من كلاينت سوكيت بعد كده بتحط الرساله اللي هتجيله هتحطها فين؟ هيحطها في المس اللي هو البارامتر الثاني سايز اوف مس. تحط له سايز اوف ده المساحه بتاعت المس اللي هو يستقبلها بتاعت الرساله. ومش عارف دي معناها ايه بس هي بتتحط زيرو يعني لازم تحطها هنا زيرو. لو ستيت بتساوي انفاليد سوكيت يعني لو الستيت دي رجعت قيمه فارغه قيمه فارغه يعني الكلاينت قفل الاتصال. نعمل ايه ساعتها؟ نقول له كلاينت هاز بين ديسكونكتد. بعد كده نعمل بريك للحلقه التكراريه. اول ما بيعمل بريك للحلقه التكراريه بيعمل هنا كلوز سوكت بيقفل السيرفر بتاعه خالص. بعد كده بيعمل دبليو بي اس اي كلين اب بينظف الدبليو اس اي كلين اب زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. طب شغال ايه بعد كده؟ والله لو ما لقاش اي حاجه لو فعلا بعت له رساله وكل حاجه تمام وشغاله زي الفل بيطبعها له بيقول له فروم كلاينت المسج اللي هو بعتها له. تعالوا كده بقى ايه نشوف ايه ازاي الكلاينت ده بيتعمل او ازاي بيتبني. نفس الحكايه برضو في نفس المكتبات اللي احنا بنستدعيها. تكتب هاشتاج براجما كومنت ال اي بي دبليو اس 2 اندرسكور 32 دوت ال اي بي نفس اللي احنا كتبناه برضو في السيرفر. الكلاود وين سوك 2 او 32 او دوت اتش مش عارف ها. يعني انا عندي وين سوك 2 ستوديو دوت اتش اي ستريم برضو الاي ستريم عشان تطلع منها. تنزل تحت لازم برضو في نفس الحكايه برضو تيجي عند الكلاينت هنا بعد كده بيلد اوبشنز بعد كده عند اللينكر سيتنج بعد كده تحط المكتبه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت دبليو اس اي تاخد منها دبليو اس اي داتا بعد كده انت اي ار ار بعد كده تعمل دبليو اس اي ستارت اب اللي هي الخطوه دي. طبعا انا هقول بانجاز كده سريعا ان احنا قلنا المره اللي فاتت برضو لو الاي ار رجعت قيمه غير صفر نقول له وين سوك ما قدرش ان هو يشتغل. بعد كده نقول له دبليو اس اي لاست ايرور بعد كده سيستم بوز بعد كده اكسيت واحد ان احنا كده بنفعل اكسيت ان هو يعمل اكسيت. ناخد اوبجكت من السوكت بعد كده نخلي النوع بتاع سوك اندرسكور ستريم في ديجرام بس دي يو دي بي احنا هنستخدم دي سي بي في اتصالنا. كان ننزل تحت نقول ماي سوكت لو هي رجعت قيمه انفاليد اندرسكور سوكت نقول له كانت ستارت سوكت كان نقول له دبليو اس اي جيت لاست ايرور يعني رجع لنا اخر ايرور عندك ونطبعه للمستوى عشان يعرف ايه الايرور ده بالظبط. يعني غالبا بيكون رقم يعني الرقم ده خاص بالشبكات وكده لو انت عندك معرفه بالشبكات هتعرف الرقم ده. ننزل تحت نقول استراكت هوست نت او اي اسم انت مش انت عايزه بس افضل انت تكون كده لان انت يعني هتحاول تنقل يعني حاجات كتير قوي هتنقلها من الكود بكوبي بيست يعني في حاجات ما صعب يعني مش لازم تفهمها انها خاصه بالشبكات فانا افضل نفس الاسم ونفس الحاجات. نعمل بوينتر منه هوست اندرسكور انتري اللي كان هوست اندرسكور انتري نديها بتساوي جيت هوست باي نيم نديها الاي بي اللي احنا هنتصل بيه بتاع السيرفر. خد بالك ده الاي بي اللي احنا هنتصل بيه بالسيرفر. خد بالك نزلت لو الهوست اندرسكور انتري رجعت كيم نل يبقى احنا مش هنقدر نتصل بالاي بي ده لعدة اسباب مختلفه بقى لو مثلا ايه لو الاي بي ده مش موجود لو الاي بي فيه غلط لو الاتصال فيه غلط بيرجع الكيم دي بعد كده السيستم بوز بعد كده اكسل. نزلت نقول استراكت اند سوك ادر اندرسكور اي ان او بعد كده سيرفر ناخد منها كان سيرفر بعد كده سيرفر دوت ساين اندرسكور فاميلي اف اف اي اف اندرسكور اي ان اي تي بعد كده ننزل تحت هنقول سيرفر دوت ساين اندرسكور بورت ده البورت اللي احنا هنتصل بيه برده 5 4 5 عفوا يا جماعه هنقول اتش 2 ان او اس ده اختصار لي الاتش او يعني احنا بنحول حاجه
تحول الرقم ده لحاجه خاصه بالشبكات او عنوان او البورت اللي احنا بنتصل بيه. مكان انت تحت نقول سيرفر دوت سايد اندرسكور ادر دوت اس اندرسكور ادر، نعمل بوينتر ان سايند لونج، بعد كده بوينتر نفس الحاجه، بعد كده هوست اندرسكور انتري هوست بوينتر برضو ان احنا نخش جوه ده اللي جواها اتش اندرسكور ادر. مش شرط خالص انك تفهم كل حاجه دي، زي ما انا قلت لك حاجه خاصه بالشبكات. ايه هنا بقى؟ هنا احنا بنقول له اتصل، دي داله الاتصال، احنا بنقول له كونكت. هي دي الداله اللي يمكن تكون مختلفه عن السيرفر شويه، لان احنا السيرفر قلنا له اكسبت، لا هنا بنقول له كونكت. اعمل كونكت بالسيرفر ده، اعمل كونكت بالماي سوكت. خلي بالك دي الداله اللي احنا عملناها فوق. سوك اندرسكور ادر دي بتاخد الخصائص بتاعت الخصائص بقى اللي هي البورت اللي احنا هنتصل بيه والاي بي والحاجات دي كلها. نعمل ريفرنس على الريفرنس بعد كده السيرفر، بعد كده نديله بارامتر ثالث اللي هو سايز اوف سيرفر اللي هو حجم السيرفر اللي احنا مش عارف يعني دي معناها ايه، والسيرفر ملوش حجم مش عارف والله الحاجه دي، بس لازم تكتبها برده كده. تنزل تحت والله لو الاي ار ار رجعت قيمه سوكت اندرسكور ايرور يبقى في حاجه غلط في الكونكت بالسيرفر، فبيرجع عليها برده دبليو اس اي جيت لاست ايرور بنطبعها للمستخدم. لو ما فيش والله بينزل تحت نقول له كونكت، بيقول بنطبع للمستخدم بتاع الكلاينت كونكت تو سيرفر. خد بالك. وبنعمل برده تشار مس، لازم يكون الرساله اللي هتبعتها وتستقبلها بصيغه تشار اري تشار اوف اري او تشار عاديه ما فيش اي مشاكل. ننزل تحت هنلاقي وايل 1 نقول ساين دوت جيت لاين مس 256 النقطه دي. هقول لك معنى الكود دلوقتي. عادي برده انك تستخدم الساين اللي هي مكان السي اوت ساين، بعد كده العلامتين دول، بعد كده تكتب اللي انت عايزه عادي. بس في هنا مشكله ان انت مش هتقدر تكتب مسطره، يعني المسطره في انت مثلا بتكتب محمد مثلا ايه احمد، فبين احمد ومحمد مسطره، لا انت مش هتقدر تكتبها بالسنه عاديه، لازم تكتب ساين دوت جيت لاين، تكتب المسج اللي هي المتغير اللي انت هتحط فيه المدخل، بعد كده تكتب السايز اوف بتاعه، بعد كده ممكن تكتب سايز اوف مس هتجي لك 56 عادي، وبعد كده النقطه دي هي اخر حته بنقف عندها. يعني مثلا ايه انت اكتب مع مثلا محمد مسطره احمد إيه سلاش، بعد كده كل حاجه بعد اول ما تخلص الرساله بتاعتك حط نقطه. يبقى انت كده ايه اللي قبل النقطه ده خده وحطه في البتاع ده في المتغير، اللي بعد النقطه ده ما تاخدوش. نوت اكنور طبعا دي لازم تكتبها مع الساند وكده عشان ما يحصلش اي اخطاء. بعد كده بنقول دي داله السند، نفس داله الترزيف بس تختلف بس في كلمه سند ورس، نفسها للماي سوكت ده للسوكت للسيرفر اللي احنا اتصلنا بيه، بعد كده نبعت له الرساله دي والسايز اوف الرساله دي والصفر. هيظهر كده في حاله تكراريه. ممكن انت بقى تضيف سطر مثلا لو حصل حاجه او في كده ممكن يخرج. نعمل بريك، نقفل الاتصال بتاعنا كلوز سوكت ماي سوكت، بعد كده نقول دبليو بي اس اي كلين دبليو اس اي كلين. لو مثلا هنيجي ايه نشغل الماي سيرفر كده ندوس عليه كليكين، بعد كده نشغله هنقول وين سوك از ناو وركينج سكسسفول. نروح كده على الكلاينت كونكتد تو سيرفر او طبعا نيو كلاينت. نيجي كده ايه نعمل كده نكتب اي رساله مسطره اي رساله ثانيه دوت فروم كلاينت اللي احنا طبعا اللي احنا كتبناه في السيرفر فين. ايوه هي دي. بينزل تحت ان احنا بندخل رساله تمام. الناس هنكتب اي حاجه كده بس كتبنا ايه بعد بعد النقطه دي كلام ابعت له ايه ابعت له الكلام اللي قبل النقطه. نكتب نقفل كده الكلاينت بتاعنا. لو قفلناه هيقول لي كلاينت هاز بين ديسكونكتد. لا بس تعالى كده ايه يعني لو احنا شلنا السطر ده يعني خد بالك ايه لو احنا شلنا السطر لو الستيت بتساوي انفاليد سوكت. تعالى كده نشيله كنترول اكس ونعمل رن للماي سيرفر. تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. تعالى كده نشغل الكلاينت بتاعنا شغالين عايز زي الفل هما الاثنين. تعالى كده نكتب رساله لازم نقفل النقطة بعد الرسالة. تعالى بقى ايه نقفل الكلاينت شوف ايه اللي هيحصل. زي ما انت شايف ايه بص رجع له حق قيمة فاضية، فهو غصب عنه بيطبع لي. احنا قايلين له ايه هو الاول يعني احنا هنا بنقول له ايه يعني لو الستيت دي لو في قيمة جات لك واخد بالك اطبع. طبعا هو بيبعت طبعا قيمة فارغة على طول، فهو الاتصال خلاص اتقطع، فهو غصب عنه بيبعت قيمة فارغة. لو ما فيش قيمة بيستنى لغاية ما الكلاينت بيجيب لي قيمة. خلينا اوضح حاجه كده بسرعه. السيرفر مش شرط يكون هما الاثنين في نفس النقطه عشان يتبعت، يعني مش شرط يكون الاستقبال والارسال في نفس النقطه.
يعني في نفس المنطقه الكوديه دي. يعني انت ايه، احنا قلنا ايه، بعد ما بيتصل بالسيرفر بتاعنا يبقى كونكت، بعد كده يخش على الوايل وان. عايز افهم بس ان هي ايه، في السيرفر هو ملوش دعوه بايه اللي بيحصل في الكلاينت، يعني هو ملوش، مش شرط ان يكون الريسف، مش شرط يعني الاستقبال. عايز افهمك ازاي، يعني الاستقبال اللي هو على طول بعد الاتصال، يعني احنا خلاص خدنا الاتصال الجيم ده احنا متغيرين، بعد كده ايه بنستقبل منه، احنا مستنيين الاستقبال. مش شرط يكون هنا في الكلاينت الارسال بعد الاتصال بالسيرفر على طول، هو ملوش دعوه. هو السيرفر ايه، السيرفر قدامه كده اتصال، الاتصال شغال، انا ماليش دعوه كده، انا عايز رساله تجيلي، ملوش دعوه بالسيرفر بقى. ممكن ملوش دعوه قصدي بالكلاينت، ممكن الكلاينت بقى يكون بيعد او بيجهز بيانات يبعتها مثلا، بياخد وقت. هو السيرفر مش دعوه، ما بيحصلش اي اخطاء، لا هو بيجهزها كده الكلاينت، بعد كده بيبعتها في اي وقت بقى، بعد ساعه، بعد يوم، بعد يومين، بس اهم حاجه ان يكون الاتصال شغال، واخد بالك. معلش طولت عليكم في الدرس ده شويه، معلش بس كان الفيديو طويل. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى بتاع الثريد، ازاي السيرفر بياخد كذا اتصال ورا بعض من كذا كلاينت. اتمنى يكون الدرس نال اعجابكم، لو عجب الفيديو دسلايك، لو ما عجبكش حط اللايك، قول لنا ما عجبكش ليه، ونلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.